السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير والرضا والعافية. هذا واحد من أهل مكة، ما يملك من حطام الدنيا إلا شوية نياك، عنده عائلة وعنده بيت وظروفه المادية تعبان، مع شوية نياك ولكن الرجل كريم. يقول في يوم الأيام أصبحنا ولا عندي واحدة من النياك مريض. قال المهم، قال حاول دورت لها علاج بعالجها، قالوا ما في إلا واحد يكوي في شمال مكة، في واحد يكوي وإن شاء الله إذا كوى الناقة إنها تصير بخير. قال والله، وقلت توكلنا على الله. قال والله أخذ رقم الرجال ده وأدق عليه، سلام كيف الحال؟ قال قلت له يا أخوي عندي ناقة صفتها كذا، وش العلم؟ قال العلم أنا بكويها لك. خلاص بكم؟ قال 200 ريال. قال قلت له 200، ما عندي 200. قال والله ما في صرفتي إلا 150 مصروف عيالي. قال والله 200. المهم يقول حاولت فيه يطرح لي من الميتين، قال ما عندي إلا 150. قال بس الناقة ما ودي تموت، عزيز علي. قال مرة 200، قال حاولت فيه. قال وافق ب150. قال قلت خلاص أنا جايك. قال والله ونحمل الناقة في السيارة. قال والله وحرك على الرجال، متجع الرجال عشان يكوي لي الناقة. قال مشيت في خطي. قال يوم طلعت من مكة واستلمت الخط السريع، هو مكان بعيد شمال مكة، قال ولا في واحد يشر على الخط. قال قلت والله لا شيل معي. قال وقف عنده، سلام كيف الحال؟ قال الله يجزاك بالخير. قال قلت له خير؟ قال والله اللي يمكن 4 ساعات وانا واقف هنا، كل ما وقف عندي واحد عيا يشيلني. ليش؟ قال كلهم يطلبون فلوس وانا والله ما عندي شيء، هذا الرجال اللي واقف على الخط. قال كيف؟ قال والله ما عندي ريال، مطفر وحالتي حاله، وعندي عائله وعندي بزوره، وخلها الله بس ان كان فيك حيل توديني معك تزقني معك على الطريق. قال قلت له اركب. المهم شال معه. قال قلت والله لأخذ معي يا رجال، الشيطان ملعون، أبشر بعزك. مطفر طاح في واحد مطفر. المهم قال والله ويركب معي. قال مشينا. قال وحنا ماشيين في الخط وهو يشرح لي ظروفه، يقول عندي عيال وعندي بزور صغار ومحتاجين حليب، وأنا والله ظروفي زفت وأموري. قال والله إنها أكلت وشربت معي سوالفه. قال حنيت عليه. قال مشينا أنا وياه في الخط. قال لين قربنا من المفرق، أنا بفرق للرجال راعي الناقة عشان يكوي لي الناقة. قال هو يبغى يروح طوالي. قال خلاص نزلني هنا. قال قلت خلاص انزل هنا والله يوفقك، دولك سيارة ثانية وأنا بروح يمين. قال لي منزل. قال وأنا أطلع 50 من 150 هذيك حقت الرجال. قال أطلع 50 وأعطيه. قال لا، قلت والله تأخذها، اشترى بقى حليب العيال وكل فطور والله يوفقك. قال هو يأخذ 50 ويروح. قال دلحين ما عاد في جيبي إلا 100 ريال، وهذاك طال 150. قال والله وروح على الرجال. قال لي لين وصلت عنده المراح عشان يكوي لي الناقة. قول وصلت عند الرجال. قال وصلنا عنده. قال أقول لك. قال والله ما عندي إلا 100. قال يا أخي أنت تكذب علي ولا تضحك علي، قبل شوي تقول 150. قال والله ما عندي إلا 100، لكن خذ 150 إن شاء الله أدبرها وأجيبها لك مرة ثانية. قال طيب. قال هو يكوي لي الناقة وأعطي 100 ريال. قال والله إني باقي عنده. قال ولا جوالي يدق. قال والله ورد عليه، يقول ولا واحد من أولادي، سلام كيف الحال يا أبويا؟ في عندنا ناس هنا جو يبغون يشترون الناقة الفلانية. قال أنا عندي بقي شوية نياق هناك. قال نياق تعبانة ما تسوى 4000 5000 بالكثير. قال الولد يا ابوي في واحد عندي هنا يبغى الناقه الفلانيه اللي صفتها كذا. قال قلت قال يبغى يشتريها. قال انا قلت برمي له كلمه. قال بصرفه. قال الناقه ما تسوى. قال قلت له قول له 50000 ان شاء الله ولا الله يفتح. قال طيب. قال قفل الولد. قال شويه والولد يتصل عليه مره ثانيه. قال الرجال يقول شريت. قال المهم اتصل الولد على ابوه. قال الرجال يقول شريت ب50000. قال قلت له طيب انا جايكم في الطريق. قال والله واخذ الناقه حقتي من عند هذاك وركبها في السياره. قال وامشي. قال انا ماني مصدق 50000. قال الناقة ما تصور بعلاف. قال والله وحرك اللي وصلت البيت. قال وجيهم قدامي. قال ورحبت بهم يلا حيهم. ها يا ولد وش العلم؟ قال شريت ب50 ولا تردها. قال قلت والله يبارك لك. قال والله ماني مصدق. قال والله ونحملها في سيارته. قال ويعد لي 50000. يا ولد 50000 الناقة ما تصور 4000. قال راح من عندي. قال الشاهد في الموضوع. قال والله وقعت في قلبي على طول ان ال50 ريال ديك اللي تصدقت بها على الرجال عوضني الله ب50000. شفتم يا أخوان كيف فضل الصدقة؟ الصدقة دي يا أخوان لازم ترجع عليك بالخير، سواء في الدنيا أو في الآخرة. السلام عليكم.